تشهر السعودية بأنواع وأصناف عديدة من التمور فائقة الجودة والمنتجة محليا بكميات كبيرة. أكثر مدن المملكة إنتاجا للتمور هي في منطقة القصيم وتحديدا مدينة بريدة التي تعتبر عاصمة التمور، وتحوي على أكثر من 6000 نخلة تنتج نحو 70 نوعا من التمور أبرزها سكري القصيم. التفاصيل في تقرير الزميل يحيى العمري. هل يلام الشاعر الذي تغزل بثمار النخيل قائلا: جنانكن كالكرم شتى المذاق وكالشهد في كل لون يحب؟ ألوان عديدة وأنواع فريدة تنتجها النخلة، وجدنا العديد منها هنا في منطقة القصيم، حيث تشتهر هذه المنطقة بإنتاجها الخاص من 70 نوعا من أجود التمور، يأتي على رأسها سكر القصيم أو كما يسمى أيضا سكري أصفر والبرحي وشجرة ونبتة علي والكثير الكثير من هذه الأنواع التي يرتفع الطلب عليها، وخصوصا في محافل التمور كمهرجان بريدة للتمور، أكبر مهرجان تمور حول العالم. طبعا البرحي أصفر يجي في مراحل، اللي هو يعني فضل الناس ياكلون بهالشكل بهالمستوى من النضوج، بعدين يتحول الى اللي هو رطب، الناس تفضل تاكله بسر كلها صار رطب، يثلج ولا يسوى ضميد. طبعا في اصناف كثيره من التمور بمنطقه القصيم بريده، طبعا اشهرها وافضلها اللي هو السكري، طبعا السكري والبرحي والبنانه والسكرية الحمراء، وفي أنواع كثير صراحة اللي هو نبتة العلي برشودية، وهذا السكري يجيب واحدة، وهذا السكري هذا يعتبر يعني سكري جاهز. صنف التمر الأول في منطقة القصيم إنتاجا واستهلاكا وشهرة ذو شكل إهليجي، أي مشابه لشكل القلب يميل إلى الدائري بلون أصفر يتخلله البني أحيانا. يتميز هذا الصنف بحلاوة زائدة وطعم ممتاز، يستهلك عادة في طور التمر ومناسب للحفظ بالتجميد أو الضميد. التمور الموجودة عندنا في منطقة بريدة تمور متنوعة، أصناف عديدة ممكن ما نحصيها بالعدد، لكن الأغلب والأشهر منها اللي هو السكري، معروف أنه ممكن المنتج الأول هنا بمنطقة القصيم وبريدة خاصة، وفي أنواع ثانية، في الخلاص، أخلاص متوفر برضو بكميات، نبتة العلي، أرشودية، الشجرة، الونانة، كل هذه تمور الخضري متخصصة فيها ونجحت. كل التمور هذه ممكن قليل اللي منها أساسه هنا، لكن نجحت في منطقة القصيم وخاصة منطقة بريدة، نجحت نجاح باهر. يعني التربة والموية صار لها دور كبير في نجاح التمور. منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية تحتوي على أكثر من 6 ملايين نخلة مزروعة على مساحات زراعية مؤهلة تزيد عن 9 ملايين ألف هكتار، تنتج ما يقارب 330 ألف طن من أجود أنواع التمور سنويا. أنواع عديدة وفاخرة من التمور يزخر بها مهرجان بريدة للتمور بكميات كبيرة جدا لتلبي احتياجات جميع زوار هذا المهرجان الكبير. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين، القصيم.